السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل التقويم الوحدة 17 منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2016-2017. حياتنا عادة، فاختر لنفسك أفضل العادات. أردد شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، مفتاح النجاح في إيدك. ركز على المثابرة، على الاجتهاد. المسألة 91، جيب الدفتر اللي بتحل فيه المسائل بشكل مرتب عشان ترجع تذاكر منه أيام الامتحانات. يتكون مجزئ الجهد من مقاومتين بقوة 47 كيلو أوم موصلتين على التوالي من خلال بطارية 12 فولت. هي مجزئ الجهد. حدد القيمة الخارجية من R2 فيما يتعلق بالقياسات التالية. الطلب A، إذا كان الفولت ميتر هذا هو فولت ميتر عادي، فإذا دلتا V2 تساوي دلتا VR2 على R1 زائد R2. 12 فولت بنضربها ب 47 كيلو أوم على 47 زائد 47 بالكيلو أوم. ما حولت لأنه هذا هتختصر مع هذه، لأنه عندها كون يعني وحدة قياس المقام كيلو أوم والبسط كيلو أوم، فبيضل عندك الفولت، فبتطلع عندك 6 فولت. هاي في حال استخدمنا الفولت ميتر العادي. الطلب بي في حال استخدمنا فولت ميتر بقوة 85 كيلو أوم، يعني الفولت ميتر له مقاومة مقدارها 85 كيلو أوم موصولة مع المقاومة R2 على التوازي. إذا تتصرف مقاومة الفولت ميتر على التوازي، فلذلك لازم نحسب المقاومة، مقاومة التوازي. 1 على R توازي تساوي 1 على 47 كيلو أوم، ما حولت، زائد 1 على 85 كيلو أوم أيضا ما حولت. لتسهيل الحساب بيطلع 132 على 3995. لاحظ، خليك متذكر الكيلو أوم. R توازي وتساوي 3995 تقسيم 132 بتطلع عندك 30.3 كيلو أوم، وسميناها R، يعني هي المقاومة. هذه كلها اللي حطيتها ضمن دائرة هي المقاومة R. الحين منطبق دلتا V2 وتساوي دلتا VR على R1 زائد R وتساوي، منعود، 12 فولت مضروبة ب 30.3 كيلو أوم على 47 زائد 30.3 كيلو أوم. الكيلو أوم مع الكيلو أوم بتروح، بضل عندك وحدة الفولت، بتطلع الجواب 4.7 فولت. هاي الطلب B. الطلب C، الطلب C استخدمنا فولت متر بقوة 10 × 10^6 أوم، فنعمل نفس الطريقة. تتصرف المقاومة الفولت ميتر على التوازي مع المقاومة R2. نحسب المقاومة المكافئة على التوازي، 1 على التوازي وتساوي 1 على 47 ضرب 10^3 أوم. هتقلي ليش حولتي هون؟ لأنه عندك المقاومة هنا بالأوم، فيني أخليها بالكيلو أوم وأحول هذه للكيلو أوم، لكن أسهل أحولها للأوم. الكيلو عبارة عن 10^3 زائد 1 على 10 × 10^6 أوم. تستخدم الآلة الحاسبة بتطلع عندك بهذا الشكل. R توازي وتساوي 1 مقسومة على 2.1 × 10^5 وتساوي 47 × 10^3 أوم. هي مين R؟ هي مين أيضا؟ هي هذه كلها عبارة عن المقاومة المكافئة لمقاومة الفولت متر والمقاومة R2. نفس الطريقة، دلتا V2 وتساوي دلتا VR على R1 زائد R2، ومنعوض. دلتا V هي 12 فولت، وR اللي أنت حسبتها اللي هي هذه. هتقلي وين راحت 10^3؟ 10^3 حولتها لكيلو، صار 47 كيلو أوم على 47 زائد 47 كيلو أوم مشان الكيلو أوم. لتسهيل الحساب فقط، فيك تحول وتمشي وهيطلع نفس الجواب، تطلع على 6 فولت. جرب بعد التحويل، وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.